قول لي مين يوم مين ومستر ويجر معلم متواجد هنا وال وال وطبق شهيت عم تقول لي كباب من هون شوي من هون ايه تمانو ضربات بكل جهات ويل سكيكي مسكين او ماي جاد مان البطريق البطريق بكل مكان شبه قول لي فايتر وال 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 شو عم بيصير معهم هدول شو عم بيصير معهم يهديهم ربي وش عم يصير يا برو؟ هلو حبايبي كرب كيف شرب غير شرب كشتاب جديدكم اليوم مقطع جديد حبايبي يعني لا تغزونا شباب على القطع يعني عم بيتصير والله حبايبي ظروف يعني الله يسعدكم لا تغزوني سو اليوم حبايبي جيتكم مقطع جديد يا اساطير مثل ما انتم شايفين يوم عنا الفاير باس الجديد شباب خلينا ندخل ونشوف وش موجود شباب عنا يعني صراحة هذا الفاير باس شباب من الفاير باسات اللي دائما بتعجبني شباب يعني اهم شيء بيكون فيه اهم شيء شباب بالنسبة لي بكل فاير باس لازم يحطوا لنا الرقصة الرقصة شباب شوف لي الرقصة شباب What the hell ايش واد damn عندنا رقصة جديدة واشياء جديدة وسلاح فيكتور يعني صراحة شباب هذا الفاير باس عن جد زمان ما شفنا فاير باسات هيك باللوز صراحة عنهم سكيل بنت شباب يعني عن اشي باللوز تمام يعني نظارات وشكل يعني غير من المعتاد شباب عنا هون اي تيشيرت هذا ولا الكنزه هي وشو كمان عنا هذا الهون ميني شوتجن كمان سكين طبعا للاسف شديد يعني دائما يعني بتمنى يعني من الشركه يعني يحطونا السمات للسكنات يعني تصير مميزه وحلوه اوكي عنا هون تيشيرت جديد حلو باللوز اوكي شغل طبخ وما طبخ عنا بانر افاتار وكثير من الاشياء اوه هي شوي اوه هاي صندوق اللوت بوكس معناها ما تقتل واحد معناها بيطلع لك يا سلام والله شباب صدقوا يا جماعه فايق من الساعه 5 6 ومالي متغدي ولا اكل ولا اي شيء بتبي شباب بعد هذا المقطع بدي اروح اكل حبيبي والله اوكي عن هون حقيبه يا شباب اوه يا اخي هاي معلم فروج ليفل 1 فروج معلم شو يا حبيبي والله حلو عندنا هون كمان شباب يا سلام شي مرتب كله اكل واكل معلم طبخ خلص فاير باس طباخ معلم اوكي هاي الرخصه شباب عن جد يعني قول لي حبيبي والله اوكي شباب يعني هاي الرخصه لحالها يا شباب ركزوا معي هاي الرخصه لحالها اوكي حبيبي اوكي انت اوكي يعني لا والله اوكي ورا على شباب الدلاجه هون حلو شيء كثير مرتب وهذا بس بالنسبه لسكن الشاب شباب الصراحه شيء مرتب سكن الشاب شباب عن جد كثير عجبني كثير مو شوي يعني مسكنات اللي دائما يعني فرج الوان حلوه يعني مش الالوان يعني فهمتوا علي شلون الالوان هيك بحب دائما بحب اللون الاحمر وهيك فهمتوا المهم شيء بلوس حبايبي الله يسعدكم بس طولوا بالكم شباب قبل ما نحرق هذا الفاير باس شباب ركزوا علي ركزوا معي كيف اليوم جيتكم حبايبنا بشي باللوز الحبايب مثل ما انتم شايفين شباب العروض المتواجده بشباب شوبتي جيم كثير معروض متواجده شحن اضافي وما اضافي وكثير من طبعا شباب ركزوا معي اول ما تدخل موقع شوبتي جيم شباب في عروض باللوز بس ولكن اليوم شباب جيتكم بشي يعني خرافي صراحه يعني اوكي اول شيء خلينا ندخل بس هيك ندخل على السريع اجيب الاي دي تبعي شباب اجيب الاي دي تاعي شباب من اللعبه اوكي فرجيكم اشياء كثير حلوه حبايبي هذه حط الاي دي اوكي بتحط الاي دي بهذا الشكل تمام اوكي لما جيتكم شباب بس تختار البلد طول البلد في شيء حلو طول البلد تختار البلد بس انا راح اختار على سبيل المثال راح نختار شلغه وسط ويك تمام خلينا نختار الفيزا هذا الفيزا اوكي طبعا شباب اول ما تدخل شباب مثلا اللي يعني بهمه موضوع الشحن اوكي بتدخل موضوع على 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 اي مكان من الشحن جيتكم يوم شباب بعرض اسطوري حبايبي اللي هو يعني اضافه 20% لاي شيء فهمتوا علي شلون يعني لاي مثلا الليفل باس ولا كثير من العروض متواجده فوق حبايبنا مثل في عروض مش مبين انه انا اخذته من قبل مثل جواهر اضافيه وكل الامور حبايبي كل ما عليكم شباب اللي يحب يعني بيهتم الامر بتحطوا الكود برومو هذا شباب تمام هذا كود برومو عباره عن كود برومو شباب فهمتوا علي شلون هذا الكود برومو شباب بتحصلوا على 20% شباب عند الشحن فهمتوا علي شلون يعني الامور باللوز بعدكم شباب اضافات الفاير باس في سكنات بالشوب تو جيم جديد شباب لاول مره شحن وكثير من الامور عن صراحه يعني شيء مرتب حبايبي كرام واهم شيء شباب يعني انتم بالنسبه لكم شباب تختاروا البلد المتواجد عندكم مصر العراق شرق اوسط المغرب مع عمان فلسطين قطر المملكه العربيه السعوديه تونس والامارات يعني حسب انتم شباب اي مكان متواجد عندكم اهم شيء شباب تدخلون لازم قبل ما تعملون اي شيء شبابي تاكدون انه في مسال متواجد هاي هذا الكود يعني مثل ما انتم شايفين هذول كلهم متواجدين اوكي مستقر ماروك تيليكوم مثلا عندنا هون شباب تعمل الكود برومو هذا يعطيك 20% اضافيه حبايبنا لاي شحن ليديز اند جنتلمان
طبعا حبيبي راح احط لكم كل شيء تحت بالوصف. اوكي شباب كل شيء بالوصف شباب، موقع جوبن جيم كلش معنا تحت الوصف والكود البرومو شباب يعني شيء باللوز. اوكي خلينا نكمل شباب. هون معلم على السريع على السريع شباب، طولنا عليكم كثير معلم، خلينا نجي لهون ونعرق اجد الفاير باس كله شباب، بدنا نجرب كلش 500 و500 شباب. بس ولكن شباب هالمره لم يعني ما صار معي لا والله مره شباب تبعت شلون خربت وقت بروفايلي بمرتين ورا بعض، بس هاي المره عشان ما خربت بروفايلي خليته 1000 يعني راح نجرب نرجع نظبط الوضع. طبعا برميس لحد يركز على برميس يعني حبيبي والله كتعب بعمل مقلب. المهم نجي له شباب، نختار نجيب الاشياء شباب، راح نحاول نحصل عليهم حصول على الكل، نعمله تزويت. طبعا انا بحب اعمله تزويت هيك ونجربهم شوي شوي على الاشياء المتواجد. انتوا على شلون شوف ما بعد هون عندنا تزويت التي شيرت واللي عندنا السكين بنت شوفوا ما بعد شوي هيك شوف بعد شوي هذا كمان عملوا تزويت الميني شوت جان باللوز. هذا التي شيرت رح نعمل كل شباب بعدين نشوفهم شوي شوي فهمتوا علي شلون. قول لي حقيبه الحقيبه نعملها تزويت معنا عشان نجربها معلم بنفس الوقت. الرخصه لا الرخصه يا شباب لازم نجربها طولي بالك وسكين الشاب يا سلام عليك والدلاجة هي وشي باللوز. اوكي خلينا نطلع شباب ندخل على الخزنة. قول لي والله تيشيرت حلو حلو لا صراحة شباب هذا الفاير باس عن جد شيء تمام التمام حبيبي. اوكي الان حبيبي كرم خلينا ندخل نشوف الاوضاع هون شو عندنا باللون خط الصفرة. عندنا هون هذا السكين السكين الجديد هذا تمام، عندنا هون المجموعات عندنا هون اللي مجموعة الحقيبات المتواجدة معنا حبايبي راح نجربه الآن بعد شوي ونحط هاي تبعت الطباخ الأكل نايس والدلاجة هي كمان والرخصة ضروري رخصة شباب ضروري نشوف هالرخصة. أوكي شو راح نبدلها؟ أوكي طول بالك. أوكي خلينا نشوف شو نحط هاي مسامي على هاي معلم ونشوف نجرب هالرخصة. حلو إيو ويش يصير؟ إيي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 
حبايبي مثل كل مره، وبعد شوي ندخلش الجيم علم باللوز. اصبر شوي، وين السكن البنت مان؟ وين الشخص؟ لا شخصيه البنت لازم تختار شخصيه بنت، شخصيه بنت تختار شخصيه بنت. هاي مثل كل مره حبايبي. صراحه البنر وشي مرتب، كل البنات حلوه. اوكي ملف الشخصي هذول عندنا، البنر هذول وهذول هذول حلو، وعندنا هذا كمان البنر هذا الجديد حلو، كتير مرتب كتير مرتب كتير مرتب باللوز. اوكي حط الاكل هذا. اوكي عنا هنا اشياء طلعونا يوم شباب من الفاير باس. تمام التمام. عنا هذا المركعب، هذا المركعب شو المركبة يهديك ربي يا سمير. اوكي نجي على هون، نجي لهون، نجي لهون، نفتح هذا السكين البنت. يا السلام عليك، نعمله تثبيت، ندخل نجرب شباب، نشوف شو وضع معلم بالتدريب، شو شكله باللعب. يعني ضروري نجرب يعني ونفرجيكم حبيبي، ضروري ضروري يعني ضروري. اوكي حبيبي هلا معلم بضع باللوز. هذا هو السكين البنت يا ساتير، مثل ما انتم شايفين يا جايز. هذا هو شيء باللوز حبيبي والله. تمام تمام. قولي شوفي هون، والله ليش مش يعني صراحه حلو 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 صراحه شباب. تقييمي هذا عن جد، تقييمي هذا الفاير باس شباب يعني عن جد عن جد تقييم يعني بيستحق الجيد جدا، اللي هو تقييم 7 على 10 شباب. فهمت علي شلون؟ هذا الفاير باس مع الرخصة وشي يعني صرنا زمان ما شفنا رخصات، ما شفنا امور عن جد يعني اشي باللوز يا ساتير. اوكي خلينا نفتح نشوف نجرب الفاير باس هذا الجديد شباب. ليتس جو نشي دور على وين هذا، وين هذا، وين هذا، وين وين يا معلم. هذا هو نعمله فتح، نعمله تزويد، اولا نشوف وضع معلم. دام دام نطلع على التدريب يا جايز، ندخل نشوف وضع باللعب شباب. ليتس جو. اوكي حبايبي هذا هو السكين عن جد. تمام نجي لهون، خلينا ناخذ شيء نلعب. خلينا نلعب اليوم نشوف اللعبه وشكله باللعب للسكين هذا. اوكي ليتس جو ليتس جو. شو رايكم شباب بالمكان؟ الكاميرا غيرتوا، شو رايكم حبايبنا بالتغيير الخفيف اللي عملناه؟ وين معلم طول بالك حكي يا ديك ربي يا سمير. وات ذا هيل ايش فيك يا صاحبي؟ طولوا بالكم شباب، وش عم يصير معكم يا اخي؟ هاي هاي بيبي ويلي 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 ويلي. شو فيهم هذول الشباب معلم؟ متحمسين يا اخي لسه بدك بالعالم عليه. بستنى الله والله وين يا اخي، ذاك جايب لك ام 14 مطور معلم وجاي عم بيلعب فيه. يهديك ربي. تعالوا تعالوا قول لي واحد ضرب غدله، واحد وراي. تعال يا بيبي تعال. هاي ما تبتت جي 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 علي جي جي. اوكي بدخلوا على نكمل عليه من هون. هاي تعال يا بيبي. واي 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 هاي من هون تهدي. لا 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 بروبك. لا 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 بدو غدر. متحمسين الشباب مصبع. اوكي خليهم خليهم
برا على الاقل المقطع شبع برا عند دريم وكل شيء بصراحه حبيبي ولا بلو. اوكي حبيبي كرم الله يسعد ليكم، هي بيكون تاع مقطعنا اليوم يا ساتين ان شاء الله استمتعتوا معنا حبايبي. اعذركم تخيلكم هذا الفاير باس شباب، ولا تنسوا شباب العروضات الموجوده متواجده بالشوب تو جيم شباب، يعني تخفيضات حلوه باللوس باللوس معلم. سو الله يسعد ليكم، نلتقي ان شاء الله بعد شوي شباب الظهريات تقريبا بعد ساعات من هذا الوقت ببس فري فاير شباب باللوس. نشوفكم على خير، تحياتي لكم، يومكم سعيد، سلام عليكم.